مشاهدينا اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج مصر بتبني والتي نقدمها من هنا في مدينه الجلاله. اذا كنت ذات مره تحاول العبور من مدينه الجلاله الى مدينه الزعفرانه وصولا الى مدينه الغردقه فان ذلك كان امرا صعبا وربما مستحيلا ومحفوفا بالمخاطر. اما الان فقد امتدت يد البنائين المصريين الى طريق جديد، شقوا فيه جبلا ومدوا فيه طريقا جديدا يسهل العبور ويضمن انسياب الاستثمارات الموجوده هنا، سواء كانت استثمارات زراعيه او صناعيه او تعليميه او ترفيهيه أو غيرها. أما هنا وعلى رمال كانت مهملة على شاطئ خليج السويس تقام الآن أكبر مدينة ترفيهية سياحية في مصر. هنا يكمن المعنى الحقيقي لإعطاء قيمة مضافة لمكان، فيتحول لاستثمار ضخم يعطي عوائد استثمارية أضخم. لنبدأ الحلقة إذن بتأمل ما فعلته أيدي المصريين في معجزة هندسية متكاملة في هذا الطريق الذي تم شقه في بطن الجبل بطول يصل إلى نحو 82 كيلو مترا متصاعدا لارتفاع يصل إلى نحو 720 مترا فوق سطح البحر، ولتنفيذه تم نسف ارتفاعات صخرية تصل إلى نحو 200 متر تقريبا ليمتد بلا منحنيات خطرة كما كان الحال في الطريق القديم، ثم ليتصل بعد ذلك بمحور 30 يونيو امتدادا إلى طرق واصلة إلى مدينة الغردقة بعد ذلك. كل ذلك لخدمة استثمارات واسعة في هذا المكان وتحديدا في المدينة الصناعية في الجلالة والمدينة الصناعية في شمال غرب خليج السويس. ثم كان ذلك المشهد رائع الجمال والذي تمثل في نحت الجبل وتحويله إلى مدرجات تتحكم في مسارات السيول فيما بعد. ومشاهدينا حالا نبدأ النقاش. باشمهندس أحمد، في 2015 كان المشهد هنا جبل، احنا كنا مفترض دلوقتي نكون واقفين داخل جبل. في 2015 بدأ العمل، شقيتوا الجبل اللي كان موجود هنا واصل بين النصيتين دول او بين الطرفين دول لغايه ما وصلنا لمشهد الحالي. بالظبط. خلينا نرجع كده لبداية 2015، كان المشهد ازاي ووصلنا لغايه المرحله دي ازاي؟ بدأ 2015 المنطقه بالكامل الجلاله كانت منطقه جبليه بحت، ارض طبيعيه جبليه زي ما حضرتك شايفين اي التكوين بتاعها بالظبط ظهر معانا في الحفر. بعد 2015 المنطقه فيها استثمارات كتير جدا، منطقه واعده ومناطق خلابه جميله جدا، فبدانا الاستثمارات فيها، بدانا نفكر لا في مشاريع ممكن تتعمل هنا، في حاجات كتير جدا، عندنا مشاريع سياحيه وتعليميه ترفيهيه علاجيه موجوده برضو وصناعيه كمان موجود مصنع رخام في البدايه هنا. ففكرنا اول حاجه في الجبل، الطريق اللي احنا نقدر نعمله هنا، الطريق اللي يقدر يخدمني على كل المشاريع اللي موجوده دي، فكان انسب طريق موجود عندنا هنا ان احنا اصلا نعمل ممر في الجبل عشان نقدر نشق الطريق نوصل للاماكن بتاعنا. فقابلتنا عوائق كتير جدا، اولها الطبيعه الصخريه للمكان هنا، التربة كلها صخر، طبيعة الأرض كلها صخر هنا، الميولات بتاع الجبل، الطبيعة المنحدرة بتاع الجبلية نفسها كانت عائق كبير قدامنا في التنفيذ، فخدت مننا وقت كبير جدا على ما قدرنا نوصل للشكل اللي موجود عندنا ده. ما كانش في حل غير ان احنا نشق الجبل او ندخل جوه الجبل. بالظبط، ان انا اقدر اسيف الطريق بتاعي على قد ما اقدر، ما فيش قدامي حل غير الاختيار ده، وبالفعل قدرنا ونفذنا والطريق احنا واقفين عليه. طريق فكره انك تشق جبل يبقى انت اكيد محتاج كميات متفجرات كتيره جدا عشان جداً تشق حوالي 80 كيلو بالظبط كتير جدا، غير المتفجرات المعدات كنا محتاجين معدات كتيره جدا، بس في الاخر قدرنا ونفذنا وظهر قدام حضرتك في القطاعات العرضيه للطريق. طيب احنا دلوقتي عندنا طريق ثلاث حرات رايح ثلاث حرات راجع. بالظبط ثلاث حرات في جمال ست حارات غير الممر الامن. تمام. الممر الامن غير مكان المخرات نفسه. لا في مكان المخرات ده بره الطريق نفسه. تمام. ده المنطقه هنا معروفه بالسيول، في سيول كبيره جدا في ميه بتيجي. تمام. انا اصلا عشان اقدر اسيف الطريق بتاعي كان لازم تعمل تامين للطريق. تامين للطريق، تامين للميل الموجوده نفسها. كان بدايه ان انا عملت المصطلح بتاعي بميل بحيث ان انا اقدر اصرف المياه الموجوده عندي ما تدمرليش جسم الطريق عندي، انا بصرفها لاقرب مكان امن ليها بحيث انها تكمل مسار يعني المخار بتاع السيل يبقى مكمل ومستمر مع بعض. يعني المايه لما تنزل تتجمع، مايه الامطار تتجمع فوق الجبل؟ بتتجمع وتنزل تدريجي في المخارات اللي موجوده على شمال ويمين الطريق. المخارات دي ممتده لحد ما بتوصل لحد مخار السيل نفسه. طيب عشان كده احنا درجنا الجبل؟ بالظبط، وغير التدريج ده اولا يعني ده لحمايه الطريق، ثاني حاجه المنظر الجمالي نفسه للطريق نفسه. احنا بنحمي الطريق
بالزبط. من الميه بس ولا من حاجه ثانيه؟ من الميه ومن الصخور، لو في اي صخر متدرج، احنا في منطقه جبليه وارد جدا حركه الصخور، اي صخر يبقى موجود، لا ما يلاقوش على جسم الطريق موجود معايا، لا في اماكن امنه لي ينزل، يبقى بعيد ينزل المتدرج من فوق الجبل، متدرج على المساطيح يبقى في طريق الامن نفسه. ونفس الكلام بالنسبه للميه. بالظبط. خلينا نوصف ما قبل هذا الطريق. طبعا. احنا كنا امام طريق ترابي ملتوي. بالظبط. بعيد مفيش فيه خدمات تقريبا لغايه ما وصلنا للمشهد ده. فاحنا كان شكل الطريق ازاي في السابق؟ ارض جبليه بحته، مفيش فيها اي سبل للامان او للحياه بمعنى اصح. احنا اللي احنا واقفين فيه كان ماشي جوه صحراء بحته. احنا الجزء اللي احنا كنا واقفين فيه ده كان جبل واصل من فوق. احنا بدانا الحفر وبدانا المساطيح، امننا الطريق بتاعنا، في خدمات كتير جدا على الطريق، في اكتر من منطقه خدميه على الطريق موجوده تقدر تخدم الطريق، بحيث ان المسافر على الطريق من هنا لا حاسس بالامان، في امان متوفر فوق اعلى مستوى. تمام. طيب احنا تقريبا كده فوق سطح البحر بقد ايه؟ احنا الطريق صاعد. بالظبط. انا بحس احنا جايين ان الطريق متصاعد. الطريق صاعد. اعلى نقطه موجوده فيه 720 متر، احنا المنطقه اللي احنا موجود فيها دي المنسوب بتاعها 600 متر عن سطح البحر. 600 متر فوق سطح البحر. بالظبط. هو الجبل كله كان ارتفاعه كام؟ في اماكن موجود فيها الارتفاعات كانت موجوده في الارض الطبيعيه قبل الحفر وقبل شغلنا توصل 600 متر وتوصل 800 متر، المكان اللي احنا موجودين فيه ده حوالي 800 متر بالظبط. احنا بدانا الحفر لحد ما وصلنا للمنسوب اللي احنا موجودين فيه ده، يعني تقريبا احنا تحت عمق الجبل بحوالي 150 متر تقريبا، احنا دخلنا في بطن الجبل من فوق بحوالي 150 متر. تمام. طيب احنا دلوقتي بنخدم كذا منطقه استثماريه سواء بالزبط. سياحيه او تعليميه او صناعيه في لما تكتمل الاشياء ان شاء الله. تمام. فده طريق الشريان الرئيسي اللي هيربط الاشياء ببعض. اهم حاجه للمشروع ان انا ابدا استثماراتي بعدها وابدا احط سبل الحياه اللي موجوده بعد كده. ويعني من الصدف او من كرم ربنا لينا هنا في بدايه حفر الطريق لقينا كميه رخام مهوله بدانا عشانها اثناء الحفر. بالظبط. كانت كنوز، احنا سمينا المشروع كنوز الجلاله. بدانا مصانع الرخام اللي موجوده تحت قايمه على الصخور اللي موجوده هنا في الجلاله. طب ده غير المكامن الرخام الموجوده فوق. بالظبط. يعني انتوا نقلتوا كل المكعبات دي لمصنع الرخام واستفدتوا منها، في مكانها وبتنزل نستفاد منها تحت بحيث انها تبقى منتج نهائي نقدر نستخدمه. علشان كده كان الحفر او التفجير كان بيتم بطريقه علميه شويه وبطريقه منظمه، ما كانش بطريقه عشوائيه. طريقه علميه ما جربناش قبل كده في مصر، بس كنا قد التحدي وقدرنا نعديه والحمد لله، كان مشروع ناجح جدا. طريقه الحفر نفسها كنا مستخدمين فيها المتفجرات، الاماكن اللي قابلتنا فيها رخام كنا بنستخدم فيها معدات خاصه بحيث ان انا ما احضرش المنتج بتاعي، ان انا اقدر احافظ على الانتاج اللي موجود عندي او الخير اللي موجود هنا اقدر استخدمه تاني بعد كده. برضه الطريق ده صم منفذ بحيث يكون في ميل معين علشان يساعد سائق السياره، غير الميل الطولي اللي هو اصلا الارض الطبيعيه جبرانة عليه. انا عندي ميل عرضي اولا عشان المطر. تمام. واشتراطات هندسيه ثانيه مثلا منها السوبر ليفيشن اللي هو ميل الطريق في المنحنيات اللي هو الارتفاع ظهر الطريق في المنحنيات، يعني الطريق من هنا لـ 2%. وده بيساعد قائد السياره، بيساعد قائد السياره وبيساعد حتى في وقت المطر، ما لقيش المطر متجمع لي في مكان معين لا يجي على الجنب ينزل في الاخر معايا في السايد ديتش اللي انا منفذه عشان المايه اللي موجوده معايا هنا من المطر. والله يا باشمهندس يعني انتوا صممتوا طريق بطريقه جماليه. أكيد. يعني وده الجميل ان احنا نشق جبل بهذه الطريقه، طبعا لها استخدامات لكن ان يكون في شكل جمالي حتى ده برده مش متبع في تنفيذ الطرق في مصر. لا احنا جربناه وحضرتك شايف الطريق. جربنا برده اول حاجه كان اهم حاجه عندنا الامان، امان الطريق نفسه وامان قائد المركبه اللي هتعدي موجوده عندنا هنا. تاني حاجه دورنا في الجانب الجمالي، شكل المساطيح مديها شكل جمالي معتبر من الطرق الفريده قوي في مصر اللي ظهر بالشكل الجميل ده. طبعا احنا كده بنربط مدينه الجلاله شمالا بالزعفرانه جنوبا وصولا بالزبط. للغردقه بالزبط. وباقي الافرع بقى افرع الطرق بالظبط. فاحنا كده عملنا شريان يربط شريان أخرى. جديد غير الطريق اللي كان موجود تحت، الطريق الموجود تحت طريق السخنه الموجود تحت. كان في عده عوامل برضو ادتنا للطريق ده، الطريق ما كانش امن تحت قوي، في ميولات جانبيه كانت صعبه جدا. فكان انا الارض الطبيعيه جبرانه على ده، فانا شفت البديل وده كان البديل اللي احنا عليه دلوقتي ده طريق جلاله. طبعا عشان نشوف الطريق ده كشريان هو قد ايه رابط بين شرايين اخرى هستاذنك نروح لمنطقه ثانيه عشان نشوف على الطبيعه الدنيا عامله ازاي. تم تصوير اماكن جماليه اكتر من اللي احنا فيها ده. هناخد دلوقتي باشمهندس احمد، يمكن المكان اللي احنا فيه ده افضل دليل على قد ايه هذا الطريق خدم اماكن كتير واستثمارات كتير في مدينه الجلاله، سواء في المدينه نفسها او في بعض الاماكن السياحيه الساحليه او حتى ان شاء الله في بعض الاماكن الاستثماريه. فاحنا برضو في النهايه عندنا خبره جيده في شق الجبال لتوفير طرق لشق طرق. تمام. لكن المره دي اكيد الخبره بقت متزايده اكتر. بالظبط.
بالظبط. انتوا اكتسبتوا الخبره الاكتر ازاي؟ اكتسبنا الخبره بدايه من طريق جلاله حضرتك زي ما شفناها في البدايه، طريقه الحفر، طريقه الردم، طريقه النسف اللي حصلت هناك في الصخر اللي موجوده معانا. مع مده المشروع اكتسبنا خبره كبيره جدا في ازاي نتعامل مع الصخر، ازاي نتعامل مع اشتغلنا 4 سنين بالظبط، ازاي نتعامل مع الطبيعه الجبليه الصعبه جدا ان انا اقدر اهذبها وان انا اقدر اكون منها الطريق اللي يخدمني واللي يسهل مشاريعي. ومن اهمها كان الطريق ده لحد ما شبه كبير قوي طريق جلاله اللي احنا جايين عليه. الطريق ده اسمه طريق وسط ابو الدرج، الطريق ده رابط من مدينه الجلاله ومشاريع الجلاله فوق على الهضبه الى مشاريع الجلاله التابعه لمدينه الجلاله بس تحت على البحر، على مستوى البحر تحت، منها منتجع الجلاله، الاكوا بارك، الفندق الساحلي، الفندق الجبلي، الرويال كومباوند، المرتفعات، مدينه اسكان العاملين ابو الدرج، دي كلها مشاريع الطريق ده اللي رابط لي بيها من المدينه لتحت. طبعا مدينه اسكان العاملين دي مهمه جدا لان تم طريق او تنفيذ طريق خاص بالمدينه فقط بالظبط. المدينه دي كانت بالنسبه لنا شريان حياه للمشروع نفسه، لان المشروع هيبقى فيه عماله كبيره جدا هتخدم على المشروع، هتخدم على الريزورتات، هتخدم على المدينه نفسها، على الجامعه. كان عندنا عائق كبير جدا، العماله اللي موجوده هتتسكن فين؟ العدد بتاعها هتبقى تسكن فين؟ يا وتتنقل ازاي؟ وتتحرك ازاي؟ انا ازاي اقدر اصمم لهم مكان يبقى قريب جدا من مكان الشغل تبعهم ويبقى سهل في الحركه والوصول نفسه، المده نفسها تبقى بسيطه ان انا اقدر يبقى واصل لمشروع او مكان شغله بسهوله. فلقينا المكان الانسب مدينه ابو الدرج. مدينه ابو الدرج مدينه على حوالي مساحه 50 فدان متكونه من 4 مصاطب عاملينها تحت هضبه الجلاله بالظبط، يعني اللي واقف على الكورنيش فوق كورنيش المدينه يقدر يشوف المدينه تحت ويقدر يشوف البحر ويقدر يشوف مرتفعات الجلاله معانا كمان. الطريق اللي احنا عليه طريق ابو الدرج، الطريق ده بطول 14.5 كيلو تمام. الطريق ده كان صعب جدا، ده متفرع من طريق جلاله الرئيسي، ماسك من طريق جلاله الرئيسي متفرع لحد تحت لحد البحر، كان صعب جدا في التنفيذ بتاعه. للوعوره الجبليه او طبيعه الارض الجبليه كانت صعبه جدا ان انا اقدر اعمل الطريق ده في المسافه الطوليه بتاعه اللي هي 14 كيلو ان انا اقدر اوصل من مستوى 720 لمستوى سطح البحر صفر. ده كانت بالنسبه لنا عائق كبير جدا، مستوى انحدار كبير او مستوى صعود كبير. الانحدار احنا تعبنا على ما قدرنا نوصل للانحدار المظبوط، ان انا يبقى عندي ميل طول للطريق امن، كان اهم عوامل معانا في كل طول انحدار متدرج بالظبط، يبقى انحدار امن للطريق للسائق المركبه ما يبقاش فيه اي مشكله معاه. كان عندنا اهم العوامل اللي موجوده عندنا هنا الامان، امان الطريق. يعني الطريق ده كان اصعب من طريق جلاله الرئيسي؟ بالظبط بالظبط، كان صعب جدا، اصعب من طريق جلاله، بس الحمد لله قدرنا وبالمعدات والخبره اللي اكتسبناها من طريق جلاله قدرنا ننفذه. كويس، احنا دلوقتي عندنا الخبره الاضافيه اللي تمت معدات جديده ولا خبره هندسيه جديده؟ الاثنين، احنا استفدنا خبره هندسيه جديده كبيره جدا المشاريع اللي تمت على مستوى الجمهوريه مش طريق جلاله بس. المعدات بقى في نظام معدات جديد قدرنا نستخدمها، قدرنا نعرف تقنيات تشغيلها، قدرنا نوظفها بالطريقه الامثل انها تخدم لي المشروع وتطلع لي النتيجه اللي انا محتاجها واكتر كمان. طيب احنا يعني الخطه بعيده المدى ان يبقى في كثافه سكانيه موجوده في مدينه الجلاله تمام، وكثافه سياحيه بتيجي للمناطق السياحيه الجديده المستحدثه تمام، فبالتالي جوده الطريق زي ده بيشرفنا اولا وبيساعدنا على تنفيذ المهام دي ثانيا. فيعني اكيد الجهد ده مقدر ومقدر لسنوات مقبله ان شاء الله. اكيد طبعا، احنا عاملين الطريق وكل الطرق اللي موجوده معانا، عاملين حسابنا الزياده السكانيه اللي هتبقى جايه بعد كده، طبيعه الطريق نفسه، طبيعه المركبات اللي هتمشي عليه بعد كده، عاملينها في الحساب وعاملينها في الديزاينات بتاعنا، تصميم الطرق نفسها، واخدين الاعتبارات دي كلها معانا من البدايه. انت كمهندس اكيد اضاف ليك خبره جيده، خبره عمليه جيده كتير طبعا. جدا كتير جدا، وخبره يعني لو كنت قعدت سنين بره المشاريع دي كنتش اقدر اكتسبها كده. طيب بالتالي احنا عندنا الخبره البشريه وعندنا المعدات الكافيه عشان لو محتاجين طرق تشق داخل الجبال وبالذات في الطريق الواصل لمدن البحر الاحمر او مدن سيناء بشكل عام، فاكيد عندنا الخبره دي بقت سهله شويه. عندنا الخبره وخلاص، قدرنا نقدر قبل كده ان احنا تعاملنا مره واثنين وثلاثه وعشره مع الارض الجبليه، مع الارض الصعبه نقدر نهذبها ونقدر نعمل منها المشاريع، وفضل المعدات والخبره والقيادات اللي موجوده معانا نقدر خلاص، يعني الموضوع بقى بالنسبه لنا مش زي الاول، لا بقى في سهوله، بقى في خبره، نقدر يعني ننجز اي مشروع احنا محتاجينه دلوقتي. اللي اختلف معاك بس طبيعه المكان. طبيعه المكان مش اصعب. سهوله او صعوبه بالظبط يعني. لا طبيعه المكان هنا اول حاجه مدينه ابو درج، احنا قلنا ده مدينه اسكان العاملين، في مشروع تاني منتجع مرتفعات الجلاله، ده كموقع متميز جدا ان الموقع اصلا على ارتفاع مناسب جدا ان كل مصطبة عليه او كل مبنى عليه يكون كاشف البحر وفي رؤيه جميله جدا. تحت المنتجع مرتفعات الجلاله في منتجع الجلاله نفسه والاكوا بارك والفندق الساحلي والفندق الجبلي، دي كلها مشاريع برضو مشاريع سياحيه على اعلى مستوى منفذه هنا ونسبه التنفيذ بتاعها على وشك انها تخلص قريب جدا ان شاء الله. وانتوا ساهمتوا في تهيئه الارض للمشاريع دي؟ ساهمنا في كميات حفر وردم في تبت مرتفعات الجلاله كبيره جدا، توصل حوالي 13 مليون متر حفر ومليون ونص متر ردم.
الارقام دي كانت مرعبه زمان، دلوقتي الارقام دي بقت عاديه. كانت مرعبه جدا زمان وبتحتاج وقت طويل جدا نقدر ننجزها، بس بفضل الخبره والمعدات اللي موجوده عندنا قدرنا ننجزها في اوقات قياسيه جدا كمان. بفضل جودة تنفيذ طريق كطريق الجلالة الذي نقف فيه الآن، تقدمت مصر 90 مركزاً على مؤشر جودة الطرق العالمية بين عامي 2014 و2019، فقد شقت مصر 39 طريقاً جديداً وأنشأت 12 محوراً مرورياً، ليبلغ إجمالي أطوال الطرق التي شقت في مصر حديثاً أكثر من 5000 كيلومتر في طول مصر وعرضها. وفي الخطة المزيد، استاذ عماد، كان زمان عندنا حاجه اسمها طريق الموت اللي بيوصل العين السخنه بالزعفرانه، ده كان طريق ضيق وكان طريق رملي وكان طريق غير مهيئ تماما للسفر. دلوقتي عندنا الوضع اختلف، بس الناس مش عارفه او مش فاكره ايه الطريق اللي كان سيء زمان، اوصفه لنا كده كان عامل ازاي. هو حضرتك استاذ احمد، الطريق اللي تحت دي كان فيها صعوبه جامده، وكان فيها المنحنيات كانت بصعوبه جامد جدا، الناس كانت تعاني منها، وكان طبعا عرض الطريق صغير، كان يتناول بين 16 متر عرضه. قمنا فكرنا احنا طبعا في سنه 2014 كان ما سبق قبل كده، كان احنا عندنا برضه في طائفه الطرق كانت ضعيفه جدا في جمهوريه مصر العربيه. من بعد 2014 عملنا تطورات غير عاديه، لما فكرنا وخططنا زي مثلا طريق الجلاله من اول طريق السخنه اللي هو لغايه حتى طريق اللي هو الزعفران ال 82 كيلو، واستنتجنا منها كمان افرع طريق زي بني سويف بتطلع طريق بني سويف وبتطلع طريق الزعفران راس غارب الغردقه. طبعا اخذنا فيها مشقه جامد وعملنا معاينات جامده عشان نجيب اقل وقت زمني، وربنا كرمنا الحمد لله وكنا باستطاعه كويسه، وكنا يعني كان في الات حتى استخدمناها من عندنا كاحنا شركات، وكان في من بعض الشركات الكبيره كانت معانا. كويس جدا. حضرتك حسب ما فهمت منك ان انت مقاول من حوالي 20 سنه تقريبا. نعم. مقاول طرق تحديدا من 20 نعم. سنه. ايه اللي ممكن يكون اختلف في تنفيذ الطريق ده من دلوقتي ل 20 سنه فاتوا؟ في العروض بتاعت الطرق، عملنا عروض وعملنا مثلا في الشكل اللي هم بتاعت لما شقينا الجبال، عملنا مثلا ديزاين جديد اللي هو بتاع برضو زي المساطيح اللي هو مثلا زي شق الجبل نفحره من النص وازاي نعمله بشكل، نعمل التطورات بتاعت المخرجات السيول اللي هو زي السايدتش والكلام دوت، ونعمل مثلا العرض الطريقي كان عندنا دايما متناور، الفرده ممكن تيجي مثلا 24 متر، الحين دلوقتي زودناها مثلا 32 متر يعملوا مجوز. عملنا حركه مثلا التباطؤ والتسارع للطريق. في انجازات جامده اتعملت في الاعمده في الانوار، في حاجات يعني تطورات جامده، وكان الحمد لله مبينه زي الكباري والكلام دوت والانفاق، اشارات الطريق ومعالم الطريق بقت واضحه. سيفت الطريق عامه كله، امان الطريق، امان الطريق اتغير جامد، يعني حتى كمان اللي بيخرج الحين دلوقتي مثلا عايز يروح مثلا الساحل، عايز يروح مثلا الطريق السخنه، ايا كان اي طريق، حتى هو بيمشي هو اولاده بيبقوا مطمئن اطمئنان كامل، ويعني حتى بيمشي هو مرتاح جدا. يعني هو الجميل برضو ان احنا بعدنا عن بالطريق عن المنطقه الساحليه او ساحل الميه الى منطقه بعيده شويه، فبتستاهل بنستغل الساحل نفسه في مشاريع استثماريه او سياحيه او سكنيه او غيره، فده برضو اضافه جيده للطريق. عملنا طبعا فكرنا بعد ما عملنا وصله مثلا من الطريق بتاع الجلاله، وصله وادي ملحه ووصله وادي الدرج اللي هي بتنزل على الطريق اللي هو التبادلي اللي احنا واقفين عليه حضرتك دوت، اللي هو طوله 6 كيلو، بربط برضو بودي على زي مثلا طريق بورتو، وبودي مثلا على طريق السويس ومصر الناحيه الشمال. طبعا احنا لما فكرنا نعمل الطريق التبادلي فكرنا ان هيبقى فيه منتجعات هتبقى كبيره، وفي طبعا اختلافات في الطرق هنعمل ازاي، اللي هو مثلا في حاجات اشكال جماليه، الفرعيات مثلا ازاي هتيجي، مثلا الناس مثلا هتيجي من الطريق اللي هو مثلا جاي من البحر الاحمر، هيجي من الفرعيه هينزل مثلا في ميناء يخوت تحته، وفي اللي هو المنتجعات والكلام دوت اللي هي بتاعت اكوا بارك وبتاعت الفندق توليب والكلام دوت، وبعد كده هيطلع على مثلا لو عايز يطلع طريق الجلاله اوريدي، عايز يطلع طريق السويس ممكن يطلع على الطريق التبادلي الجديد. فكده عندنا طريق رئيسي وطرق فرعيه وطرق داخليه برضو داخل. نعم. المنتجعات او اللي بتوصل للمنتجعات. في تطورات جامده عندنا زي الطريق التبادلي، ممكن حتى لو هو عايز ينزل مثلا من الطريق التبادلي ممكن يركب التلفريك فورا ويطلع على مثلا طريق الجلاله فوق. طبعا بما اننا بننفذ طريق جديد مختلف في شق جبل وفي تعامل مع صخور وطبيعه جبليه مختلفه، اكيد العامل اللي اشتغل فيها اكتسب خبره او دخل في مجال جديد ما كانش شافها قبل كده في الطرق العاديه.
فازاي دماغ العامل نفسه او امكانياته تطورت مع التطور الجديد؟ والله احنا يا استاذ احمد اول حاجه يعني احنا نشكر كل العاملين اللي هم كانوا واقفين بجهد وفي يعني الناس عانت صح واخدوا خبره، وكان احنا الحمد لله احنا كان معانا الناس الاستشاريين والمهندسين واللي هم كل العاملين عامه، وكنا احنا كنا وزاره المهندسين والهيئه والقيادات اللي معانا، واحنا كنا احنا مقاولين كنا احنا بنوقف بنفسينا عشان الموضوع كان موضوع يعني برضو هينفتح شريان حياه للطريق زي لبلدنا. عامه يعني احنا اول مره كنا نستخدم الات، والالات دي برضو دفعتني بيها لاداره المهندسين في حاجات كانت مش موجوده عندنا في الشركه، وبعد كده حصل تطورات والكلام دوت، كان الموضوع احنا كلنا ايدينا في بعضينا، يعني ما كانش فيه يعني اختلاف، كلنا ظهرنا في ظهر بعض، وكان الحمد لله اكتسابي كويس يعني معانا في الطريق، يعني واخد وقت زمني قريب جدا يعني. طيب هو معدل تنفيذ الكيلو متر من الطريق اللي زي ده كان بياخد تقريبا قد ايه وقت عشان يتنفذ وعشان يخلص؟ لا ما هو كان في طريق حضرتك، كان في طريق احنا ال 82 كيلو بتوعات الجلاله واللي هم التوقيت التبادلي والكلام دوت والطرق، كنا احنا عاملين خطه زمنيه 36 شهر. احنا قدرنا نوفر الوقت والكلام دوت بالمعدات، وكنا بنستخدم معدات من الات من اداره المهندسين مع الالات اللي هي مع بعض الشركات، وكان هنا في عاملين كتير كان معانا من 2014 و2015 و2016 ما قلش كان 10,000 عامل. طيب نزلتوا بالمعدل بقى؟ نزلنا بالمعدل اللي هي الخطه الزمنيه من 36 شهر نزلنا ل 24 شهر. يعني تقريبا وفرنا سنه. وفرنا سنه. وفرنا سنه كامله، بس الحمد لله كنا احنا ما بنعرفش، يا كان العاملين ما كانش يعرف النهار من المساء، يعني كان ليل يعني كان متواصل على طول طول الوقت صباحا ومساء. وليل ونهار. يعني ال 24 ساعه هم 24 ساعه، حتى الشهر هم 30 يوم هم 30 يوم. كثفت العمل وزودت عدد العمال اكيد. نعم عشان نوفر طبعا الوقت الزمني. العامل نفسه كسب خبره ازاي؟ ايه الخبره اللي اكتسبها جديد مختلفه؟ كسب فيه طبعا في حاجات مكسبها في الطرق، في المواصفات بتاعته، في الالات اللي هي الحديثه اللي كان هو سايقها، كان هو سائق ولا كان هو مشرف ولا كان كذا، في الات طبعا تطورات جديده، كان راكب مثلا كان معده مثلا كانت مضلها مثلا 90، راكب معده مثلا مضلها 2012 و2014 حاجه جديده اله زيرو، اكتسب حاجات كتيره في التطورات بتاعه الطرق. كان المهندس المدني برده كسب المواصفات بتاعته. طب استاذ عماد وانت مقاول اكيد بتشوف الطرق على امتداد الطريق من القاهره لغايه السويس لغايه محافظات لغايه منطقه البحر الاحمر بشكل عام ولغايه حتى سيناء، شايف ان احنا بامكانياتنا دلوقتي نقدر نمد شرايين طرق اكتر لهذه الاماكن بحيث نستغلها سياحيا او صناعيا او سكنيا؟ يعني عندنا الامكانيات دلوقتي خلاص الخبره والجراءه ان احنا نخش في المجال ده، واحنا مطمنين عندنا كل الخبره الممكنه. طبعا حاليا احنا ككل عندنا كل المحافظات حصل طيف التطور غير عادي خلال الخمس سنوات ونص دول، ست سنوات يعني حصل عندنا طيف الحمد لله في جمهوريه مصر العربيه ما حصلتش في الايام السابقه في السنوات السابقه يعني سوري معلش. طب انت ممكن ايه الطرق اللي ممكن تشوفها تحتاج ان احنا نمد فيها طرق ويعني محتاجه نمد فيها شرايين زي كده؟ في الطرق احنا حاليا عندنا يعني كان في الامور كل عندنا تطورات، سينا اتطورت، الطريق اللي هو حلوان عندنا اتطورت اللي هي الطريق اللي هو طريق الصعيد الحر والكلام دوت احنا شغالين فيها حضرتك برضه تطور، كانت هي فعلا عايز تطورات والكلام دوت، وطريق الشرقي بتاع الصعيد برضه شغالين فيه، طريق اسكندريه الصحراوي الحمد لله برضه شغالين فيه، يعني ما اختلفش ان الحين دلوقتي في عندنا تطورات يعني كلها بتاعت العالمين وكله في تطورات عندنا جامد في الطريق، يعني ما افتكرش عندنا حاجات بسيطه كلها بنقفل بس الشغل اللي احنا ماسكينه يعني حاليا. طيب بتقدر ازاي تضغط الوقت الزمني بتاعك؟ طبعا على حسب الالات اللي بتجبى معانا والارشادات، وحسب خلاص لما خططنا وبنوفر الوقت اللي هو بتاعنا والكميات والحاجات دي وبنخطط الطريق وبنشوف اقرب مثلا مكان يعني احنا بنلاقيه مثلا مسطح عشان نوفر لبلدنا خلاص بنبدا فيه. تعرف استاذ عماد انه في دول تانية ممكن كم العمل ده ياخد مش بس 36 شهر، ممكن ياخد وقت اطول كتير طبعا. جدا لولا ان احنا عندنا تنظيم عمل واشراف جيد يمكن ما وصلناش بالسرعه اللي حضرتك تفضلت بيه. احنا حاليا اساسا من قبل كمان ست سنوات احنا كاصحاب الشركات ما كناش ممكن نوقف على الاعمال بتاعتنا، ان كانت حاجات مثلا كميات بسيطه الشغل بسيط والكلام ده، لما الحاجات المشاريع الحاجات اللي هي الصعوبه اللي قابلتنا والكلام دوت واحنا كاصحاب شركات اخذنا فكره جامده وكعلم وتطورات والكلام دوت حبينا نوقف احنا بنفسينا نشرف على المشاريع دي. وبعد الفاصل نواصل النقاش وتابعونا.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد لهذه الحلقه من مصر بتبني. شق طريق جديد هو مد لشريان حياه ليمتد حوله العمران، هذا ما تم بالفعل مع طريق الجلاله الجديد، فعلى ضفافه اقيمت اكبر مدينه ترفيهيه سياحيه تقام في مصر على مساحه واحده تبلغ حوالي 500 فدان، تضم فندقا يتسع الى مساحه تصل الى 9150 مترا مربعا، ويضم نحو 266 غرفه و24 جناحا فندقيا وعدد كبير من الشاليهات والفيلات. على مرمى البصر من هنا نجد مارينا اليخوت والذي يتسع لنحو 330 يختا، بالاضافه لاقامه حوالي 178 مطعما. اما الجديد فهو اقامه اكبر تلفريك في منطقه الشرق الاوسط، هنا في هذه المنطقه يبلغ طوله حوالي 4500 متر وعلى ارتفاع يصل إلى 650 مترا بمحرك تبلغ قوته حوالي 1065 حصانا. هذا التلفريك يتكون من 9 عربات، تتسع العربة الواحدة إلى 10 من الركاب. إذن هذا هو التطور الجديد السياحي في هذه المنطقة، ومن داخل هذه المنطقة نكمل معا هذه الحلقة. باشمهندس هشام، الجميل ان احنا امام اكبر تلفريك في الشرق الاوسط دلوقتي، صممناه ونفذناه الحمد لله وهو في اطار الدخول للخدمه. واكيد فكره ان احنا نبقى عندنا بنيه اساسيه تستحمل هذا الكم الكبير من طول التلفريك ده يحتاج تجهيزات خاصه. اكيد. ازاي؟ الحقيقه كان في مجهود كبير جدا مبذول في وقت التركيبات للتلفريك، لان خصوصا ان في مسافه كبيره ومع طبيعه الجبل في المكان هنا كان الموضوع شاق جدا، في ناس كتير جدا تعبت عشان تعمل المكان ده، وانا بشكرهم من مكاني دلوقتي. طيب ده ان شاء الله احنا عندنا حوالي 9 عربات تقريبا من التلفريك، تعالى نركب واحده منهم دلوقتي. اتفضل. عندنا 9 عربات دلوقتي من التلفريك. مظبوط. واظن ده ممكن يبقى عدد يستحمل الزياده، او ممكن يبقى فيه زياده اكبر ان شاء الله. مظبوط. هو احنا دلوقتي في وقت التشغيل، احنا يعتبر تشغيل تجريبي، فاحنا عندنا 9 كباين فقط. عندي الجراج مصمم ان هو يشيل 24 كابينه، وبرده طبعا التلفريك نفسه مصمم ان هو يشيل عدد اكبر من كده، لكن ان شاء الله في المستقبل مع بدايه التشغيل الفعلي ان شاء الله يكون عدد العربيات اكبر من كده. هو الكابينه الواحده تسع لكم مستخدم تقريبا؟ الكابينه الواحده بتسع 10 افراد حوالي 750 كيلو جرام. 10 افراد في الكابينه الواحده؟ الكابينه الواحده بتسع، يعني هتدينا حوالي 90 في الرحله الواحده. مظبوط. طيب وده تقريبا مسافته حوالي 4 كيلو ونص. مظبوط. 4 كيلو ونص يعتبر اطول تلفريك في الشرق الاوسط. يعني انا متخيل عشان نعمل 4 كيلو ونص تلفريك في توبوغرافيا مختلفه جدا، من مرتفعه جدا الى منخفض جدا، ده خد جهد كبير في التجهيز زي حضرتك فضلت. يعني اكيد احنا عندنا ال 23 برج شايلين الروب اللي هو بيتحرك وبيشد وراه كل عربيات التلفريك. في بعض الاماكن كان موضوع توبوغرافيا صعب جدا. طبعا زي برج زي اللي جاي ده له ميل معين طبعا، لان المسافه كبيره، فانا عندي عدد من الابراج بنستخدم تقنيات مختلفه من الابراج، فطبعا المشروع كان اخذ وقت ومجهود كبير جدا من الهيئه الهندسيه وكل الناس اللي اشتغلت هنا. طبعا عندنا محرك ضخم جدا، اكيد اكثر من 1000 حصان. يعني مظبوط. مظبوط. حوالي 1000 حصان او 800 كيلو وات تقريبا. طبعا الموتور ده هو فكره التلفريك عموما، ان هو استخدامه في مكان زي ده فكره ممتازه جدا، لان هو احنا عايزين نربط المنتجع مع المدينه فوق، المدينه طبعا فيها الجامعه وفيها مدينه سكنيه كامله، زائد تحت ان انت البحر والفنادق والالعاب المائيه، فاحنا محتاجين نربط الاثنين ببعض بحاجه تانية غير الطريق العادي، وكانت فكره التلفريك فكره موفقه جدا. طبعا فوق هيكون جنب الجامعه في منطقه سياحيه او ترفيهيه بتتكامل مع المنطقه الترفيهيه اللي تحت في الجلاله، فبالتالي عندنا رابط سياحي اخر. مظبوط. او رابط اقتصادي حتى اخر يربط المنطقتين ببعض.
مظبوط. هي الفكره ان احنا في المكان هي ان شاء الله هيبقى فيه حاجات ترفيهيه كتير بحيث تجذب اكبر عدد من الناس. طبيعه المكان والمنظر زي ما حضرتك شايف والمشاهدين شايفين المكان تحفه فعلا، استثمار في مكانه، وان شاء الله في المستقبل اتوقع لهذا المكان ان هو هيكون من البقع السياحيه المهمه جدا. ده استغرق وقته تقريبا قد ايه في الانشاء؟ حوالي سنتين تقريبا. سنتين تقريباً. بخبره اظن فرنسيه. الشركه المنفذه للتلفريك والمورده هي شركه فرنسيه. طبعا الطقم اللي موجود كله طقم مصريين اتدرب على ايد الفرنسويين واخدوا منهم الخبره، والحمد لله دلوقتي الطقم اللي موجود كله مصري 100%. احنا اللي بننفذ كل اعمال التشغيل والصيانه. طبعا التلفريك كل يوم قبل ما يشتغل لازم بيتشيك على كل المكونات والمعدات اللي موجوده فيه بطريقه تشيك اقرب ما يكون الى الطيران، شغل الطيارات، ان انا بيبقى عندي لسته وبخش اشيك وان ده تمام او بس انت ممكن تشيك على الكابينه اللي واقفه تحت في المحطه، انما ازاي ممكن تشيك على الابراج؟ في بدايه التشغيل احد الفنيين بيركب التلفريك وبيشيك على كل الابراج، بيقف عند كل برج، بيشيك على مش بيقف عند كل برج لكن بيشيك على الابراج. تشيكه الابراج لوحدها كل وقت، يعني احنا عندي صيانه يوميه واسبوعيه شهريه، ثلاث شهرين، ثلاث شهور، ست شهور، سنه، فكل حاجه بيتشيك عليها طبق جدول معين، وكل جزء من التلفريك محطوط في الجدول. تمام. طيب المفترض ان التلفريك ده يشتغل كام ساعه في اليوم بالحموله الكامله بتاعته؟ بالحمولة الكاملة هو طبعا ده بيعتمد على وقت التشغيل ان شاء الله، لكن انا اتوقع ان هو يعني ممكن حوالي 12 ساعة. 12 ساعة شغل يومي بالظبط. طب ده هايل جدا عشان يبقى فيه حركة، وده لوحده رواج، وده شيء جيد يعني. اكيد ان شاء الله، لان ضرورة استمرار ان التلفريك يفضل شغال، ان انا اقدر الناس تقدر تطلع تستمتع، او لو حد عايز يطلع رايح الجامعة او نازل للبحر يبقى الموضوع بسيط. طيب احنا عندنا تلفريك واحد في مصر غير ده، التلفريك قديم اقصد، وانت اشتغلت فيه، انت كان ليك سابقه عمل فيه، قد ايه اقبال السائحين او المصريين حتى على استخدام هذه الوسيله من السياحه ومن طريق السياحه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان كل الناس اللي كانت بتيجي تركب كانت بتبقى مبسوطه جدا. هو احنا كنا بنعتمد اكتر على السياحه الداخليه، معظم اللي كان بيجي لنا مصريين، زائد ان طبعا في نسبه من الاجانب لكن المصريين اكتر، نظرا لان احنا قريبين من القاهره يعني حوالي ساعه وربع ساعه ونص تقريبا. فالموضوع بسيط، معظم الناس بتيجي تقضي اجازه هنا او لو حتى يوم واحد، فطبعا في اقبال كبير، استمتاع كبير، لان حاجه فريده من نوعها، وسيله مواصلات غير او وسيله ترفيه مش موجوده في مصر كتير. مش نمطيه فعلا. مش نمطيه، مظبوط. طب المسافه تقريبا 4.5 كيلو، بنقطعها في وقت قد ايه؟ بنقطع المسافه، احنا عندي طبعا في للتلفريك اكتر من سرعه، السرعه القصوى 5 متر لكل ثانيه، فاحنا بنقطع المسافه لو انا مشغل على اقصى سرعه في حوالي 18 دقيقه، من 18 ل 20 دقيقه. 18 ل 20 دقيقه بالسرعه المتوسطه العاديه. بالسرعه المتوسطه حوالي 20 دقيقه بالظبط. انت ممكن تتحكم في السرعه ولا هي دي سرعه ثابته؟ لا طبعا بتحكم في السرعه زي ما انا عايز. في اوقات ممكن توقف فيها تلفريك او تضطر توقف فيها تلفريك حسب الطقس مثلا؟ اكيد في بعض العوامل اللي تقدر تاثر على تشغيل التلفريك، من ضمنها الرياح ومن ضمنها وجود رعد وبرق. في الحالتين دول لو زادت الرياح انا عندي اجهزه قياس موجوده على الابراج بتقيس لي طول الوقت الرياح، وبتديني القيمة دي فعليا على شاشة في الكنترول روم، سواء في المحطة اللي تحت أو المحطة اللي فوق. لو وصلت سرعة الرياح لسرعة معينة يوجد بروتوكول احنا عاملينه، بيطلع أحد الفنيين يشيك على الـ على الـ على اللاين كله، وهل في خطورة أو لا، هل الرياح زيادة أو لا. طبعا اتجاه الرياح وسرعتها بيأثر، أنا لغاية 20 متر على الثانية أقدر أشغل التليفون. ضخامة المشروعات التي تقام في منطقة الجلالة تحمل أرقاماً لها أكثر من دلالة، ففيها عمل أكثر من 5000 مهندس في مختلف التخصصات، ساعدهم فيها أكثر من 100,000 عامل ينتمون إلى 80 شركة وطنية.
باشمهندس احمد، المنتجع اللي احنا فيه هو اكبر مثال على كيفيه تحويل التراب لذهب، يعني من مجرد رمله يعني مهمله وبحر فقط الى منتجع سياحي ضخم جدا على مساحه كبيره جدا، في تنوع سياحي كبير جدا. حضرتك بدات المشروع ده من الصفر. تمام. طيب كيف كان الوضع حتى وصلنا لهذه الصوره؟ طبعا المنتجع الجلاله كان بنتكلم على ارض جرديه، ارض صحراء غير مستغله، بنتكلم على مناسيب، طبعا بيتعمل ميزانيه شبكيه للمكان وبيبدا ان هو يتعمل تصميم للمنتجع، وبناء عليه بينزل بعد كده الشركات اللي هي المنفذه تبدا ان هي تنفذ، بتبدا بعد كده الحفر، عمليه الحفر وعمليه لو في طرق. طبعا لازم اول حاجه كان لازم يبقى في طرق تتعمل، وطبعا الطرق كان في طريق اتعمل طريق تبادلي، ده كان عندنا طريق داخل المنتجع بدا ان هو يتعمل طريق تبادلي عشان يوسع المساحه الداخليه للمنتجع. كان في طبعا انت خرجت الطريق للخارج شويه للخارج. اثناء عمليه التنفيذ كان بيوجد او كان وجود ابراج كهرباء داخل المنتجع بدا يتم نقلها من المنتجع للخارج لاماكن اخرى، طبعا بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصه. بعد كده بدأنا ان احنا ننفذ المنتجع، بدأ يتعمل ليه مخرجات سيول عشان لو حصل سيل اثناء التنفيذ او بعد التنفيذ يبقى حمايه للمنتجع. خصوصا المنطقه الجبليه هنا محيطه بينا كبيره. بنتكلم على منطقه العين السخنه، لازم يبقى في منطقه مخرجات سيول عشان مخاطر السيول في المناطق الجبليه اللي احنا موجودين فيها حاليا. بدأنا زي ما انت حضرتك شايف كده منتجع الجلاله الساحلي في 2015 بدأنا عمليه التنفيذ. زي ما احنا دلوقتي احنا في 2020 خلاص المنتجع زي ما انت حضرتك شايف كده والساده المشاهدين شايفين حاجه ان شاء الله يعني تكون مشرفه وحاجه مشرفه جدا وخصوصا متنوع جدا. يعني انت قدامك 500 فدان بتعمل فيهم اللي انت عايزه كمهندس، يعني تعيد تقسيم المنطقه بالطريقه اللي انت عاوزها. ودي كانت الميزه فعلا، انت بتتكلم على منتجع جلاله الساحلي، انا خلال ساعه ونص اقدر من القاهره ابدا ان انا اوصل ان هنا المنتجع، بدل ما كنت بقطع شوط كبير قوي عشان اروح منتجعات كبيره كامله متكامله زي ما انا شايف الحاجات اللي انا بحتاجها هنا في الترفيه هنا بلاقيها في المنتجع دوت. دلوقتي بقيت الاقيها خلال ساعه ونص، اجي هنا العين السخنه واجي هنا منتجع الجلاله الساحلي اقطع شوط 150 كيلو عشان اوصل هنا المنتجع، ومن هنا عملنا قيمه مضافه لمساحه ارض مهمله. بالظبط. طيب انتوا قسمتوا الحكايه هنا ازاي بقى؟ عندنا طبعا منتجع الجلاله الساحلي بنتكلم على عده مكونات، بنتكلم في المكون الاول اللي هو مارينا اليخوت الدوليه، وده المنفذ البحري لدخول المنتجع. ده عندي لما يبقى عندي يخوت دوليه اقدر ان انا لو انا عندي وفد او جست جاي من بره مصر يقدر يخش المنتجع، وعن طريق مبنى جوازات في بالفعل موجود مبنى للجوازات بيبدا يقدم الجست وثيقه التعارف بتاعته ويبدا يتجول في المشروع. عندنا طبعا لحظه، يعني انا كسائح خليجي مثلا ممكن اجي باليخت بتاعي من بلدي لغايه ما اوصل هنا مرسى اليخوت وادخل واقدم جوازي واخد التاشيره وكاني وبعد كده بتبدا ان انت تدخل المنتجع. عندنا مارينا اليخوت الدوليه بتضم عدد من الكافيتريات والمطاعم. عندنا بعد كده بنتكلم في محطة وقود خدمية للمارينا، ودي برضو كانت إضافة للمارينا الموجودة. عندنا اللي بتزود اليخوت بالبنزين، محطة وقود. عارف شوفانس يعني قد إيه ممكن مارينا يخوت زي ده يدخل عملة صعبة لمصر عن طريق السائح اللي داخل من بلده إلى مصر باليخت بتاعه، هي يمكن تظهر كمظهر فخم جدا لكنه في النهايه يعبر عن مدخول بالدولار جيد جدا لمصر. طبعا العمله الصعبه دي لما تتوفر هتوفر لي عدد كبير قوي من الاستثمارات، وهقدر ان انا اشتغل فيها وابني وهيبقى في بنيه تحتيه، طبعا بستغل الكلام ده بستغل في البنيه التحتيه بعد كده. بعد كده احنا بنتكلم على المارينا اليخوت، طبعا في مباني خدميه ليها، ده المكون الاول للمنتجع. بعد كده بنتكلم في المكون الثاني اللي هو الفندق الساحلي والشاليهات والفيلات الفندقيه، فاحنا بنتكلم في فندق ساحلي ارض وبدروم وعدد اربع ادوار متكرره، بنتكلم في 293 غرفه وجناح اللي هي بنتكلم في 259 غرفه و34 جناح، طبعا في منهم ثلاث غرف هاند كاب. بنتكلم في الفندق الساحلي، الفندق الساحلي بيتكون من عندنا على شكل حرف واي قطاع غربي وجنوبي وقطاع غربي وجنوبي وشمالي، طبعا بنتكلم في الـ في الـ في الـ في الفندق الساحلي بيضم عندنا قاعة متعددة الأغراض، القاعة ديت ممكن تستخدم للزفاف أو المؤتمرات، بالإضافة لوجود أربع قاعات فرعية على منطقة الجاردن، بيضم جراج ذو طابقين، ده الفندق الساحلي، وطبعا في هيلث كلاب. بعد كده نادي صحي. نادي صحي بالظبط. عندنا بعد كده بنتكلم في الشاليهات والفيلات الفندقية، هتدار إدارة فندقية، يعني لو عندي جست عدد أفراده كبير شوية عاوز ياخد فيلا وعاوز ياخد شاليه، فبنتكلم في 26 فيلا فندقية دور أرضي وأول. بعد كده بنتكلم في 48 شاليه، ده نموذج، وبعد كده بنتكلم في 24 استوديو. عندنا بعد كده برضو 96 شاليه نموذج اخر،
ده كل دوت شاليهات وفيلات فندقيه هتدار اداره فندقيه. حضرتك بتقدم كل الاختيارات للمستهلك كل اللي بعد كده الجست اللي هيجي عنده كل الاختيارات، عنده غرف فندقيه وعنده شاليهات فندقيه وعنده فيلات فندقيه، يقدر هو حسب احتياجاته حسب عدد الافراد وحسب الوقت اللي هو يقضيه يقدر ان هو يختار ما بين اللي موجود ومتوفر بالنسبه له، ويقدر ان هو يستمتع بوقته هنا في المنتجع. ده المكون. انا برضه انا سمعت عن اكبر عدد مطاعم ممكن اسمعه في منتجع واحد، انت عندك حوالي 180 مطعم منتشرين في المساحه دي، وده بالزبط. عدد ضخم جدا يعني. بالظبط بالظبط، ده يعني بالاضافه ان الفندق الساحلي بيضم عدد من المطاعم المتخصصه وعدد من المطاعم الرئيسيه. احنا بنتكلم في منتجع الجلاله الساحلي، فاحنا بنتكلم بعد كده في المكون الثالث اللي هو المول التجاري اللي هو عندنا والمجمع الكافيهات، وبنتكلم في مجمع مطاعم بمسطح 47000 متر مسطح، ده بيضم عدد 172 مطعم تقريبا، بالاضافه لوجود ساحه احتفاليه بجوده وجود مسجد وساحه انتظار للسيارات. ده المجمع المطاعم. بعد كده لو اتكلمنا على شمال يسار يسار المجمع المطاعم بنلاقي عندي مركز ترفيه دور ارض واول وثاني، بنتكلم فيه بيضم صاله تزحلق على الجليد، بيضم مركز العاب الكترونيه، بيضم عدد 8 صالات سينما، ده المركز الترفيه. بعد كده بنتكلم على يمين المجمع المطاعم بنلاقي عندنا مبنى للهايبر ماركت، ده موجود برده طبعا عشان يسد احتياجات منطقه السخنه كلها. حضرتك زي ما انت شايف عندنا دلوقتي بقى في قرى سياحيه بدات ان هي تبدا ان هي بدات تشتغل ويزيد عدد العقارات والقرى السياحيه حوالينا، فبدا ان هو بقى في مول تجاري يخدم كل الكلام ده كله. بعد كده بنتكلم ده كده المكون الثالث. المكون الرابع اللي هو مدينه الالعاب المائيه، احنا بنتكلم في مدينه العاب مائيه 17 فدان في بتضم عدد 64 لعبه، 10 حمامات سباحه، 71 شاليه هذا الناس يستخدمه اليوم واحد او اكتر يعني. ده طبعا طبعا احنا بنتكلم في مدينه الالعاب المائيه اللي هي الاكوا بارك ديت، دي برده من الحاجات اللي هو ممكن استمتع بيها في وقت الزياره بتاعتي. عارف الارقام عندك ضخمه قوي كتير قوي يعني، هذا العدد من منطقه الالعاب المائيه لوحده حاجه تشرف يعني. زي ما بقول لحضرتك كده 64 لعبه وعندنا 71 شاليه، يعني بنتكلم في كل حاجه زي ما بقول لحضرتك منتجع كامل متكامل. واخيرا بنتكلم على التلفريك، تلفريك الجلاله طبعا بيربط ما بين مدينه الجلاله اللي هي على ارتفاع 640 متر من مستوى سطح البحر ومنتجع الجلاله، فاحنا بنتكلم في محطتين فرق ارتفاع 612 متر، اقدر ان انا اخد في رحله مدتها 15 دقيقه استمتع بالطبيعه الجبليه، مسافه افقيه 4 كيلو ونص، فرق ارتفاع 612 ما بين المحطتين، ودي رحله اقدر ان انا استمتع بيها كجست او ضيف جاي ان انا ازور المنتجع. ده المحطه اللي هي بنتكلم عليها اللي هي محطه الدخول من عند المنفذ البري للدخول المنتجع من والى المنتجع. الفكره يا باشمهندس انه اي سائح او اي مستخدم سائح داخلي او خارجي يستخدم هذا المكان او يدخل هذا المكان مش محتاج يخرج بره، لان كل الخدمات فيه متكامله، وده الجديد يمكن في فكره المنتجعات السياحيه المتكامله في مصر. بالظبط زي ما قلت لحضرتك احنا المنتجع هنا وفر كتير قوي من 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 الوسائل الترفيهيه، من تلفريك ومن مارينا يخوت دوليه ومن فندق ساحلي بيبقى فيه طبعا العاب الووتر سبورت جيت سكي او اي حاجه ثانيه. تمام بنتكلم في الاكوا بارك زي ما انت شايف حضرتك كده، بنتكلم في مول تجاري نقدر يقدر اي حد من القاهره يجي خلال الويك اند يقضي مثلا ساعه، المسافه بقت قريبه جدا، اي حد في العاصمه الاداريه يجي ان هو يقضي وقت الاجازه بتاعته الويك اند ويجي يقعد في المول تجاري، يجي يقعد هنا مثلا يخش طبعا غير استخدام البحر نفسه يعني غير استخدام طبعا على خليج السويس، واظن برضو انتوا عملتوا جهد عشان تهيئوا المايه للاستخدام. طبعا زي ما حضرتك شايف اللسانين لسان المارينا الشماليه والمارينا الجنوبيه اللي هي بتضم عدد من المطاعم والكافيتريات، وزي ما حضرتك شايف الممشى السياحي عندنا بنتكلم في 2 كيلو 300 دلوقتي ممشى للكورنيش، ده الممشى دوت ممشى سياحي بيستخدم للافراد وفي ممشى للدرجات، طبعا ده مجهز برضو ان يبقى فيه الافراد تمشي عليه وان هي تقدر ان هي تستمتع بالبحر والطبيعه زي ما حضرتك شايف. طيب يا باشمهندس، هو طبعا عشان نصل لهذه النتيجه كان لازم في حاجات مكمله، اولا الطريق ومكملاته، احنا عملنا طريق محترم جدا وكبير جدا وممتسع وامن بشكل كبير جدا، عندنا طريق الجلاله بالظبط بيوصل على طول المنتجع. تمام بقى عندنا طريق الجلاله دي حاجه، وبقى عندنا محطه تحليه المياه دي اللي بتخدم عندنا منتجع الجلاله ومدينه الجلاله، بقى اصبح عندي محطه ميه اقدر ان انا استفيد بالميه اللي هي محطه التحليه بتاعتي، يبقى استفيد ميه البحر وان انا بيطلع حوالي 150000 متر مكعب في اليوم تقريبا بالظبط. بتستخدم طبعا هي بتضخ ميه للمنتجع وبتضخ للمدينه، فبقى اصبح عندي زي ما قلت لحضرتك منتجع كامل متكامل،
في كل الوسائل الترفيهيه وفي محطات المعالجه بمحطات التحليه وفي محطات الخدميه محطه سفن الخدميه الوقود طبعا مبنى جوازات خدمي للافراد الخارج الدوله تقدر انها تخش من عن طريق مقرين الخطوط الدوليه بتقدم وثيقه التعرف بتاعتها غير الوسائل الترفيهيه اللي حضرتك اتكلمنا عنها دلوقتي. انتوا ناقص بس تعملوا مهبط طائرات يعني وصول لكم برا وبحرا ناقص جوا يعني في ان شاء الله باذن الله. ويمكن برضو الملاحظ انه المناطق او المسطحات الخضراء في المكان كتير، انتوا عملتوا حسابكم انه يكون في نسبه خضراء في هذا المكان يعني. بيتعمل طبعا نسبه خضراء وبيتعمل خزانات ري ومحطات معالجه تقدر نستفيد من محطات المعالجه وخزانات الري بتاخد المايه بتاعتها من محطات المعالجه ونقدر ان احنا نروي بيها الزراعه زي ما حضرتك شايف كده واللاندسكيب زي ما حضرتك شفت في هارد سكيب وفي سوفت سكيب زي ما انت شايف. طبعا يا باشمهندس حضرتك وانت بتتكلم انا متخيل ان في الاف فرص العمل وجدت في اثناء العمل نفسه في اثناء تكوين هذا المكان وفي اثناء تشغيله برضو حاليا. طبعا المنتجع وفر فرص عمل كتير جدا اثناء التنفيذ طبعا بالشركات اللي هي اللي شغاله، في شركات بتبقى كبرى وبعد كده في شركات منها من الباطن، دي وفرت فرص عمل كتير للشباب اثناء التنفيذ. وبعد التنفيذ طبعا اثناء التشغيل هيبقى عمليه الاوبريشن نفسها هتحتاج عماله كتير جدا تشتغل هنا ان هي تقوم عندي الشاليهات والفيلات اللي هي يبقى مثلا عماله الهاوس كيبنج وعندي العمالات اللي هي بتشتغل في الزراعه والعمالات اللي هتبقى كل الحاجات دي هتحتاج مني عماله. عندي دلوقتي بقى في اقوى بركه هتحتاج عماله، في عندي الفندق الساحلي بيشغل دلوقتي عماله، الاقوى هتشغل المبنى عندنا مباني كتير مباني الكافيهات او المولات او كل الكلام ده لما هيشتغل باذن الله هيوفر فرص عماله كتير. طبعا الحاجات دي كتير هتوفر فرص عمل باذن الله ان شاء الله يعني. وانا متخيل برضو مع الامتدادات العمرانيه ممكن يكون هذا المكون السياحي الضخم موجود، وبعدين على بعد سنوات قليله هنلاقي منتجعات سياحيه برضو على امتداد الشاطئ ده، يعني فكره التمدد العمراني طالما الامكانيات موجوده فالتمدد وارد. احنا هنا بنتكلم عندنا بدام في ارض خصبه ونادره الناس بتبني عليها كرة وكده، فاحنا بنتكلم هنا في توسع افقي عشان مش بنتكلم في التوسع الراسي عشان مساحات كتير عندنا. فطبعا زي ما قلت لحضرتك المنتجع شجع كتير من القرى السياحيه ان هي تقوم وتبدا تشتغل بجانب المنتجع. طبعا الوسائل الترفيهيه اللي اتعملت في المنتجع والوسائل الخدميه، كان الاول اللي يجي يعمل قريه او الكلام ده كله كان الخدمات قليله حوالين المنطقه، لا طريق ولا ميه، لا طريق ولا ميه، وكانت كان بيبقى فيه بس بيبقى ضعيف، الدنيا ما بتبقاش قويه قوي، كان بتبقى الدنيا دلوقتي بقى فيه، دلوقتي بقى فيه عندي طريق بسهوله جدا ان انا اقدر اوصل للمكان والقرى السياحيه واقدر ان انا ادخل المنتجع استفاد بالوسائل اللي جواه سواء من المولات التجاريه او المراكز الترفيهيه لصالات السينما او ان انا اقدر ان انا اقضي يوم في الفندق وانا عندي القريه السياحيه بتاعتي. فدلوقتي الناس هنا بدات ان هي تتشجع ان هي تشتري في القرى السياحيه. طبعا دوت اللي خلى الكلام ده يقوم طبعا المنتجع والشغل اللي اتعمل فيه. اي حد اقتصادي ممكن يفكر ان فعلا دي احسن وسيله لتدوير راس المال لاقامه او لاضافه قيمه مضافه لراس المال، توفير فرص عمل، تمديد عمراني، يعني كسبانين من كل الاشياء، في كل الاشياء احنا كسبانين بهذا التمدد الضخم الحمد لله. ان شاء الله ده مكسب باذن الله ان شاء الله لينا كلنا باذن الله، وتوفير فرص عمل باذن الله ان شاء الله، ويكون فخر لينا كلنا باذن الله ان شاء الله. ما رأيناه إذن في هذه الحلقة هو أكبر دليل على استحداث روافد جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين وجه الحياة في مصر. هكذا إذن ودوما مصر تبني. تقبلوا أطيب التحية من فريق عمل هذه الحلقة ومني أحمد بشتو. طبت أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.